تعالوا بقى نروح لموضوع تاني خالص. زي ما بنعمل مع حضراتكم كل يوم احنا طبعا لازم نشقر كده ونشوف ايه اجواء النادي الاهلي سواء في فرع الشيخ زايد، فرع مدينه نصر، فرع الجزيره كما هو الحال في حلقه النهارده. تعالوا نروح مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نتعرف على اخر الاخبار واخر المستجدات الموجوده هناك مع زميلتنا العزيزه مريم سميح. صباح الفل عليك يا مريم. يا صباح الفل يا كريم، يا صباح الفل يا نهواند، وبصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وان شاء الله يكون يوم انتصار بالنسبه للنادي الاهلي طبعا اللي هيواجه امبي. وطبعا زي ما انا متعوده اقول لكم من هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره بيكون توافد الاعضاء في الصباح الباكر اكثر كثافه من اي ايام تانية، طبعا نظرا ان هم بييجوا ويبقوا ان هم يشاهدوا المباراه هنا من مقر النادي الاهلي. دي عاده عندهم يعني لا تنقطع. وطبعا رغم ان احنا يعني ابطال الدوري ال 42 ورغم ان احنا متصدرين رصيد النقاط طبعا ب 82، ولكن دايما النادي الاهلي بيحب يتفرج على فريق وهو بيحقق الكثير او الاكثر من الانتصارات وكمان يرفع رصيد نقاطه ليعني العالي. كمان عايزه انقل لكم الحاله المروريه حوالين النادي، يمكن محيط قصر النيل وكمان العجوزه والدقي يمكن فيهم سيوله مروريه شديده، ولكن الكثافات الاكثر بيشهد ده كوبري 6 اكتوبر ومحور 26 يوليو. دي يمكن الكثافات المروريه اللي موجوده في المنطقتين دول فقط، ولكن اغلب الاماكن المحيطه بالنادي فيها سيوله مروريه. كمان عايزه اقول لكم يمكن يعني الخريف كده نسماته بدات تهل، فصباح الباكر بتكون او بتتراوح درجه الحراره ما بين 26 28، اي نعم يمكن بترتفع يعني في الساعات الاولى من الظهيره، ولكن عايزين نقول ان الاعضاء بداوا يحبوا ان هم يجوا للنادي في الساعات الاولى من الصباح الباكر بسبب نسمات الخريف او بسبب يعني انخفاض درجات الحراره في الساعات الاولى من الصباح. عايزين طبعا ننتقل للنشاط الاجتماعي على مستوى او جميع مستويات الفروع الثلاثه بالنادي الاهلي في ظل طبعا طفره الانشاءات او التطويرات اللي بتشهدها الانشاءات في الفروع الثلاثه. النهارده الحدث الابرز اللي هيكون على مستوى الفروع او تحديدا داخل فرع الاهلي بالشيخ زايد هيكون طبعا او هيفتتح كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مجمع البنوك في فرع الشيخ زايد. طبعا عايزين نقول ان النهارده الافتتاح ده كان يعني ينتظروا الاعضاء وبالنسبه لهم حاجه مهمه جدا يعني الخدمات البنكيه اللي هتكون موجوده عندهم. طبعا يعني القائمين على النادي الاهلي فرع الشيخ زايد اختاروا مكان يكون مناسب للاعضاء ويمكن قدامه يعني مكان واسع جدا علشان يكون في اريحيه للاعضاء، وفي طبعا عدد من البنوك اللي هتقدم خدماتها، وهيكون النهارده الافتتاح يعني في حوالي الساعه الواحده او الاثنين ظهرا ان شاء الله. وده طبعا في ظل زي ما قلت في الاول طفره التطوير اللي بتشهدها يعني المنشات في النادي الاهلي على مستوى الفروع. عايزه كمان انتقل للالعاب او الالعاب الاخرى تحديدا. رجال طائره الاهلي النهارده هيعودوا للتدريبات النهارده الاربعاء طبعا يعني تحت قياده محمد مصلح المدير الفني للفريق الاول اللي قرر النهارده ان هو يعود التدريبات. طبعا ده علشان يعني يكون في استعداد لمنافسات الموسم الجديد. عايزه اقول كمان ان هيكون في بدايه هذه التدريبات يعني تدريبات بدنيه متنوعه على في فتره او في بدايه فتره الاعداد على ان يرفع الحمل البدني تدريجيا في وقت لاحق. عايزه اقول كمان ان مصلحي اكد ان هو قرر الابقاء على محمد عثمان لاعب فريق الشباب وهيكون موجود او يعني هيقيد في قائمه الفريق الاول بعد ان كان هناك اتجاه لاعارته طبعا في الموسم الجديد بجانب بعض من المواهب الشابة. المدير الفني للنادي الاهلي في ثاني مباراه ليه بيتسو موسيماني اعلن قائمه النادي الاهلي طبعا امام امبي في المباراه اللي هتقام النهارده في تمام الساعه 8 مساء في الجوله ال 32 من عمر بطوله الدوري الممتاز. طبعا القائمه اللي هتكون موجوده او اللي وضعها بيتسو موسيماني هي كالتالي: محمود كهربا، حمدي فتحي، مروان محسن، صالح جمعه، وليد سليمان، ايمن اشرف، علي لطفي، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، احمد فتحي، جونيور اجايه، محمد هاني، شادي رضوان، فارس طارق، محمد مغربي، محمد شكري، عربي بدر، محمد فخري، واحمد طارق، ومصطفى شوبير. عايزه كمان اقول لكل الناس اللي طبعا عايزه تطمن على يعني صحه او يعني الصحه البدنيه لحارسنا طبعا الشناوي، محمد الشناوي بيواصل البرنامج التاهيلي او العلاجي علشان يكون طبعا جاهز ان هو يخوض
مباراة الوداد يوم 17/10 إن شاء الله مباراة الذهاب. طبعا عايزين نقول إن الشناوي كان اشتكى من شد في العضلة الضمة أثناء مباراة الأهلي والمقاولين، ولكن عايزين نطمن كل جمهور الأهلي في كل مكان إن الشناوي بيواصل يعني برنامجه العلاجي والتأهيلي، وإن شاء الله يكون جاهز للمشاركة في مباراة الوداد يوم 17/10. دي كانت أبرز الأجواء في النادي الأهلي بالجزيرة، بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. إحنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزة مريم سميح مراسلة قناة النادي الأهلي، وربنا يطمنك. برضو الجزء الأخير من المعلومات كان مهم، مسألة الإصابة لمحمد الشناوي، إن شاء الله نطمن عليه كلنا. طبعا دي من أهم الأخبار، يمكن كمان اللي كل الناس أعتقد منتظرة تعرف إيه الجديد في ملف الشناوي والحالة الصحية بتاعته.